حطيت هنا الطون ديال الزيت انا غندير دابا ثلاثه لان غادي نصايب جوج ديال الطباصل المهم كل واحد على حسب الكميه اللي غيدير كما كتشوفوا راه كنديروا بالزيت ديالو باش ما تجيش ناشفه هنا خديت البطاطا سلقتها وطحنتها دابا غنزيد عليها لا مايونيز وشويه الملحه وشويه البزار وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غنخدمها دابا هنا ضفت لنا مايونيز وغادي نزيد شي شويه الملحه وشويه ديال البزار دابا غنخلط هادشي كامل دابا كما كتشوفوا انا خديت البطاطا كنحطها في هاد الطبسيل ديال التقديم بهالطريقه هذه كنحاول انني ندير كوش ما غليضاش بزاف ودابا كما كتشوفوا انا كنحط الحشوه ديال الرز والخضر والطون كيبقى الاختيار ديالكم يعني بالنسبه للحشوه كل واحد وغيدير على حسب الاختيار ديالو انا ما درتش فيها لا مايونيز في الحشوه ديال الرز لانني غيكون لا مايونيز في لاباط ودابا انا غنبدا نضيف هاد القطع ديال الفروماج وديال الكاشير بالسالومي اللي بغات تضيف لا مايونيز على الحشوه اللي فيها الرز والخضره والطون ممكن كيبقى الاختيار ديالكم انا حيت درت الطون بالزيت ديالو هذاك الشيء علاش ما درتش لا مايونيز دابا غادي ناخذ لاباط اللي باقا ليا ديال البطاطا مسلوقه غفرشت ليها السلوفا اولا اي بلاستيك اللي عندك وغادي نخدمها بهذه الطريقه المهم تبعوا معايا الخطوات المهم كما كتشوفوا انا دابا يعني حاولت انني نشكلها على شكل سمكه دابا راني كنظف الطبق ديال التقديم من الجناب يعني كنحاول انني ننظفه مزيان كما كتشوفوا دابا راني ضفت لا مايونيز يعني فوق الظهر ديال هاد السمكه يعني بهالطريقه هذه ما كنحاول انني ما عنديش كميه كثيره ديال لا مايونيز المهم حتى تتغطى ليا هذيك البطاطا دابا غادي خديت بالنسبه للتزيين سمحوا لي بالنسبه للتزيين يعني كيبقى الاختيار ديال كل واحد انا زينتها بهذه الطريقه هذه بنفس الفروماج والكاشير وبالنسبه للكلاص الملكي غادي نحتاجو كاس ديال سنيده العنبه هذا القط هذا وغنديرو على بوطه مهيله ونخليه على ما يتكون ليا الكراميل هنا ها هو الكراميل دابا بدا هنا ها هو الكراميل بدا تيذوب يعني السكر تيذوب ما غنحركوهش دابا بشي معلقه غنحركو غير هكا بهذه الطريقه هذه هانتوما كما كتشوفوا دابا ها هو بدا الكراميل ديالنا كيقرب يوجد
كنحركو كما قلنا في الاول على نار مهيله، يعني نار مقتوله بحال اللي قريبه البوطه تطفى باش ما كيتحرقش لينا. صافي دابا غادي نضيف عليه 100 غرام ديال اللوز و 100 غرام ديال الكركاع. من بعد ما خلطت الكركاع واللوز مالح مع الكراميل، خديت ورق زبده او لا بابيي سيرفيغيزي وحطيته بهالطريقه هذه، ودابا غنخليه حتى يبرد وغنرجع معكم. دابا غادي ناخذ تقريبا ثلث ديال هاد الكميه هذه، غادي نطحنها في خلاط كهربائي حتى نحصل على شكل بودر. خديت هنايا كريم شونتيي، خديت جوج باكيات، المهم حيت انا باغا ندير كونتيتي اللي كثيره، اللي بغا دير غير كونتيتي يعني صغيره ممكن تخدمي غير باكيه وحده. وهنايا خديت هذا المول ديال الانوكس درتو في الفريغو يعني بارد باش دغيا يطلع ليا لا كريم. وهنايا معنا هاد البودره اللي طحنا في ديال سمحوا لي ديال اللوز والكركاع والكراميل. صافي وغنحتاج الحليب. هنا درت الساشي الاولى، ودابا غنزيد الساشي الثانيه ديال لا كريم فريش، لا كريم شونتيي سمحوا لي ديال لا كريم شونتيي. دابا غادي نضيف الحليب يكون بارد. غادي ندير تقريبا يترو ديال الحليب. صافي رانا ما طلعتهاش بزاف، المهم راني قسمت الكونتيتي باش حيت بقى كيطرش ليا قسمتها على جوج. الكريمه ما كنطلعوهاش بزاف، صافي غير حد هكا. دابا غادي نضيف الكريمه الاخرى اللي قسمتها، يعني بجوجهم غادي نضيفهم في مول واحد. كما كتشوفوا انا خليت الكريمه خفيفه، يعني ما ضربتهاش بالباطور بزاف باش كتبقى خفيفه، حيت مازال فين غنزيد نخدم مع يعني باقي فين غنزيد نخدمها بالباطور. دابا هنايا انا ضفت ياغورت واحد كراميل، وغادي نضيف الياغورت الثاني ديال فلون كراميل. ودابا غادي ناخد باتر وغادي نعاود نخدم نطلعهم واحد شويه باش نمزجهم بعضياتهم. صافي غنبدا نمزج هادشي كامل بالباتر. هنا راني درت معلقه كبيره ديال العسل ولا جوج معالق على حسب الاذواق.
دابا غادي نضيف بودرة ديال اللوز والكركاع بالكراميل مطحونين، وغنضيفهم على الكلاص ديالي. غنحرك في الأول بسباتول، نحركهم بالخلاط الكهربائي ولكن في سرعه متوسطه، يعني ماشي بحال السرعه اللي كنا غادي نديرها في الاول. وفي الحقيقه كان خاصني ندير شي مول كبر من هذا، لانني درت كونتيتي كبيره، المول اللي ما كفانيش. الطبق اللي غادي نقدم فيه، وبالنسبه للمول راه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هنا انا خديت هذا مربع، درت عليه ورق زبده او بابي سورفيزي. دابا غادي نبدا نفرغ هذاك الكريمه هنايا. صافي دابا وصلنا للمرحله الاخرى، يعني نقادو على حساب المول، وغادي ندخلو للفريكو تقريبا ليله كامله. يعني غادي نديرو دابا حتى للصباح عاد نقدر نستعمله. بالنسبه للتزيين، يعني حنا وصلنا دابا للمرحله الاخيره، هي مرحله التزيين. يعني من بعد ما دازت ليله كامله في الفريكو، ممكن انك تزينيه باي حاجه متوفره عندك. انا هنا خديت جوج طروفه ديال تويكس، وخديت اللوز والكركاع اللي كنت ديجا درتهم بالكراميل، وكيف ما كتشوفوا يعني زينتهم بهالطريقه هذه، يعني حطيتهم بطريقه عشوائيه. خديت هذه منديل، كان هذا هو الكلاص الملكي ديالنا، يجي رائع كتقدميه للضيوف ديالك. وجهك احمر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش لي كومونتير لي جيم. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي، ما تبخلوش عليا بالاشتراك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم، بسلامه.